كفى الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. صح يا مصر. صح يا مصر. أيوة عايزين نبخر مصر لازم. اه والله ما بهزر. محسودين. ايه الاخبار؟ تمام. اتكلمي عن النهارده قلتي؟ هنتكلم على فكره المصري القديم ان هو ازاي اكتشف ان في قوه خارقه هي اللي خلقت الكون وبتتحكم في كل حاجه. مين اول حد في المصريين القدماء ابتدى يفكر في كده الفكره دي؟ لا ده بص بقى ده من قبل الاسرات يعني من قبل الاسره الاولى كمان. خد بالك هي طبيعه البني ادمين عامه لما اتخلقوا بدون اي قانون او سيستم وكانوا بيتنقلوا من مكان لمكان كان في حاجات طبيعيه حواليهم اقوى منهم زي مثلا الحر المطر الزلازل البر الرق انت فاهم فهم كانوا حاسين ان في حاجه اقوى منهم اقوى من قدراتهم كبني ادمين ومنظمه حاجه اقوى يعني سبحان الله بعدين فاهم فالطبيعه البشريه ان هو لازم يلجا لحاجه أقوى منه يتحامى فيها يقدسها علشان تحميه يسعى على كده إحنا دلوقتي أي واحد عنده في الوقت الحالي عنده مشكلة بيعمل إيه بيقرب من ربنا أكتر صح. بيصلي هي نفس الحكاية حاجة في الجينات البني أدمين عامة فبداية من بقى 20,000 سنة قبل الميلاد بص بقى 20,000 سنة قبل الميلاد مش مثلا 3,000 قبل الميلاد اختاروا آلهات أنا بقول آلهات مش ستات مش رجالة واخد بالك ولقينا منهم فيما قبل الأسرات بكتير جدا دوت اللي كانوا ايه بيعبدوا انا عامله الحلقه دي مخصوص علشان اقول للناس ان المصري القديم ما كانش وثني الوثنيه ان انت تعبد التمثال. تمثال حجر قدامك او جماد هو ده التمثال الحجر لكن المصري القديم لا وفكره ان هو كان عنده مليون الف إله ده كل ده مش مظبوط تعالى نقول نتكلم على أشكال الآلهة اللي هم قدسوها منها حيوانات كتير عندك مثلا البقرة عندك أنثى الأسد عندك سيد قشطة فرس يعني النهر طب يعني قدسوها ما أنا مش فاهم ما أنا هقول لك بقى دلوقتي في كائنات في البيئة بتاعته هو كان بيخاف منها أو بيحترمها أو عايز القوة اللي فيها زي مثلا البقرة اللي هي حتحور حب فيها الحنية بتاعتها جمالها قد ايه هي بتعيط وحالتها بتتدهور لما بياخدوا ابنها منها فدي ارتبطت بالأمومة التمساح كانوا بيخافوا منه تمام فهم كانوا بياخدوا رمز التمساح او اي حيوان من الحيوانات دي علشان يتقوا شره يقدسوه ويبقى في صفهم بس مش بيعبدوه لا مش بيعبدوه هو انك تقدسي حاجة غير ما تعبدي حاجة بالظبط اوكي حورس مثلا شافوا ان حورس ده طائر بيطير في السماء فوق قريب من الاله رع واخد بالك اللي هو رع من اله الشمس خلاص هو الاساس بتاع الديانة في مصر القديمة فاكتشفوا ان هو بيقدر يمسك الفريسة بتاعته من على بعد الاف كذا الف متر بعيد وسرعة طيرانه 300 كيلومتر في الساعة عنده جفنين جفن شفاف عشان لو في رمال او اي حاجة يقدر فهم شافوا ان ده حد ايه في قوة شاملة فخلوه واحد من الالهة المهمة واللي هو برضو كله واصل باله الشمس برضو تمام الاله الرع
خد بالك كان برضو في شوية حتة بقى ايه تسييس الدين، انت فاهم، انت عندك عواصم كتير ظهرت في مصر القديمة، عندك هليوبلس، عندك او هليوبلس كان فيها كهنة مهمين جدا، عندك منفس او منف، عندك طيبة، عندك يعني كان مراكز قوة كبيرة، فكان كل واحد بيحاول ان هو يقول لا ده انا الاساس عندي هنا. كان في نظريات خليقة، نظرية الخليقة هي اللي بتقول الكون ده اتخلق ازاي، نظرية هليوبلس اللي هي من بقى الدولة القديمة، ان هو التسوع اللي هو بيقول لك، فاكر انت كان محيط ازلي والتل الجبل طلع مرة واحدة من التل، وكان في الاله اتوم اخره ميم عشان في اتون بالنون، اتوم شكل من اشكال الشمس، هو اللي خلق البدايات اللي هو خلق الهواء والمية والارض والسماء. عندك مثلا اثنى، شوف احنا رحنا فين الى الجنوب، اثنى قال لك لا الدنيا ما خلقتش عن طريق اتوم ولا تل ازل، كان في بحيره مقدسه، واخد بالك، وكان في هم قعدوا يفكروا ويحللوا ازاي هم، لان لسه كمان ربنا ما كانش خاطب الانسان بالزبط باي رسل بالظبط، فهم قعدوا يستنتجوا او يشوفوا حصل ده ازاي. هم كان عندهم قوه ملاحظه جباره في كل حاجه، يعني خلي بالك اصل كمان هم الحضاره بتاعتهم قعدت 7000 5000 سنه قبل الميلاد، صح؟ فانت بتتكلمي قعدوا، يعني احنا كاديان مسلمين ومسيحيين ويهود حتى مش الوقت ده، الوقت بتاعنا اقل بكتير قوي، يعني طبعا المسيحيه 2000 سنه، الاسلام 1400 وكده، لكن التاني 5000. هم قعدوا يفكروا ويستنتجوا ويتفلسفوا ألوفات السنين عشان يحاولوا يوصلوا لشيء. ده حقيقة. تيجي لما كنا بنقول الكهنة بيسيطروا ازاي، رع ده من أيام الدولة القديمة، لما ظهرت مدينة طيبة في الأقصر في الدولة الحديثة 1500 قبل الميلاد، عندهم إله محلي اسمه إيه؟ أمون. فرعوا عاملين أمون رع، واخد بالك ازاي، علشان مش عايزين، عايزين كل حاجة تبقى بس قد ايه المصري كان مؤمن بالآلهة بتاعته. فاكر انت كنا مرة بنتكلم على جبانة الحيوانات، كان في سقارة فيه جبانات كتير الحيوانات، فيها البقر طيب، فيها العجول وبقر، وفيها تماسيح، وفيها ابو منجل اللي هو الايبس، وفيها هو ده مبقاش موجود دلوقتي ابو منجل. بص انا بشوف ابو منجل بيجي في الشتاء في أسوان، وساعات بيجي في الصيف برضو، فاهم اللي هو منقاره كده، هو ده، بس هو مش موجود على طول هنا اعتقد كده، عشان برضو ايه مش، بس انا ما بشوفوش طول الوقت. حيوانات كتير، وفي بقى عندك مثلا في المنيا لقينا جبانة للبابون، القرود، القرود آلافات مؤلفة بجد؟ وقطط الإلهة باستت، واخد بالك، والقرود كانوا ايه بيقطوا؟ برضو شكل من اشكال إله الحكمة، واخد بالك، جحوتي. ليه بقى؟ او كانوا بيعملوا كده ايه؟ هم كانوا عايزين يتباركوا ويقدموا حاجة للإله اللي هو عايز حاجة منه او محتاج حاجة منه، فكانوا بيحنطوا الحيوانات دي الافراد الشعبة، وفي عيده يروحوا ايه؟ ودينها مدينها للكاهن المسؤول عن الجبانة بتاعت الإله المعين ده. طب تعالي نسمع أغنية أوكي، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا عن الآلهة في مصر القديمة. يا أستاذ مؤمن، أيوة، هتغني الواد قلبه بيوجع بعد الشر عليه. نسمعها وبعديها فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع جلادس نكمل كلامنا. يلا بينا مزيكا. قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول مش لاقي حد معاه، الواد بيقول مش لاقي حد معاه، ضيع عينيا مش لاقي فيك حنيه، خليك مع قلبي شويه وعلى البعد
يضيعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. حبيبي تيجي نيجي انا وانت كده نسهر من تاني وترجع ايامنا وليالينا كده انا وانت تاني. حبيبي تيجي نيجي انا وانت كده نسهر من تاني وترجع ايامنا وليالينا كده انا وانت تاني. ما بلاش تلعب بالنار النار النار النار، حاسس بالهوى غدار 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 غدار، هبلك تلعب بالنار، حاسس الهوى غدار غدار. ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. اوبا الآلهة عند المصريين القدماء، وازاي المصريين القدماء قدروا او ابتدوا يفكروا ان في إله خلقهم، خلق الكون وخلق الزرع والشمس والقمر، دي كانت حاجة صعبة مش سهلة. تعالي نشوف بعض الصور. أوكي. ولا عايزة تقولي حاجة؟ عايزة اقول حاجة. عايزة اقول لك ان لما تيجي تشوف يعني نهاية بقى ان هم شافوا ان في إله، في عقاب وثواب بعد الموت. فبص هم وصلوا من اول ايه لاخر ايه، لان كله مربوط ببعضه. وبعدين نتكلم مثلا على التوحيد، حصل توحيد ايام اخناتون بالظبط، اول من ايوه اينام، هي كانت حركه سياسيه علشان يكسر شوكه كهنه امون. بس هو في الاخر قال لك ايه، هو اله واحد وانت مش محتاج وسيط بينك وبين الاله اتون. اوكي حطونا اول صوره. ايوه اتفضلوا. ايه ده؟ ده الاله خنوم، ده كبش، وبص قدامه عجله الفخار. وهو في اعتقادهم ان البني ادم بيتخلق الاول من طين زي ما احنا دلوقتي يعني كل الاديان بيعتقدوا كده، وهو هنا ايه على عجله الفخار. ازاي قدروا يستوعبوا الكلام ده؟ ده ايه؟ ده الاله رع. بص راس صقر حورس والشمس الكبيره فوقي. ده الاله رع. اوكي بعد كده انوبيس. انوبيس انت عارف بقى ان ابن الانوبيس ده اسمه ابن اوى، ده نابش القبور. فهم عشان يتخلصوا من شره بالظبط، من شره ذكاء. ده اخناتون. بص بقى اتوم، اتون اللي هو اخره نون، قرص الشمس واشعه الشمس اللي نازله وفيها ايدين ماسكه مفاتيح الحياه او العنخ. اوكي ده بقى مين؟ مين؟ بص الراس جعران. جعران جسم بني ادم وجعران، ده اسمه الاله خبر. وخبر ده شكل من اشكال الشمس مع الشروق، اول شمس. اوكي دي بقى الاله سخمت حبيبتي. اشمعنى حبيبتي؟ بحبها قوي، انثى الاسد. وهي كانت الالهه الحاميه اللي بتشيل كل الصعوبات والعقوبات امام الملك اثناء الحرب وايام اي حد يعني. ودي الالهه تاورت. تاورت دي الهه الولاده، لان دي فرس النهر، اللي هم لقوا ان فرس النهر لما بتيجي بتولد بتولد في الميه. اوكي دي الصور. شكرا جلاديس، ميرسي. ودي كانت حلقه نهايه الاسبوع، يا رب تكونوا قضيتوا معانا اسبوع حلو عندنا في 4 شارع الشريف. يوم الجمعه اجازه البرنامج، نكون معاكم على خير يوم السبت في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.